السلام عليكم خويا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله خويا سعيد. كاين شي جديد اليوم اخويا؟ كاين واحد شوية ديال السلعة جديدة. ياك تعطلنا على الناس شوية. تعطلنا على الناس. مع الخدمة اخويا، مع الخدمة واش غدير؟ مع الكليان اللي كيجيو عندنا للمحل. الناس اللي كيصنعوا علينا سميتو يسمحوا لنا، يسمحوا لنا بزاف والله. يسمحوا لنا في التليفون. بزاف والله، بزاف الميساجات. ما كاينين غير دابا يلاه كنحاولوا ما يمكن نقادوا الامور انا وسعيد. يلاه دابا يعني تزادوا واحد الدراري اللي غيخدموا معنا ان شاء الله باذن الله عز وجل. الدراري ديال الريسبسيون في زابيل نحاولوا ما يمكن نحسنوا من الخدمات ديال المحل ديالنا. كما كتعرفوا نتوما راه كنتعاملوا مع المغرب كامل من طنجه حتى للقويره. والمحل ديالنا عنوان المصداقيه والثقه. وكنحاولوا ما يمكن نوفروا لكم كما العاده، كما كنقول لكم في كل فيديو، كنحاولوا ما يمكن نوفروا لكم هواتف نقيه مستعمله بثمن جد مناسب. وفي نفس الوقت لا غارونتي هي المهمه، وكتكون واحد الثقه ما بين البائع والشاري. هذا هو اللي كاين اخويا سعيد. اليوم واحد الحصيله تفاحيه بامتياز. راه عندنا واحد كاين شي حاجه قليله ولكن راه منظر ماشي ريسيكلي. ولكن ما عندنا سر ريسيكلي. كاين شي واحد كيقول لك المليح حتى جيب لي سلعه نقيه ولا حيد اخويا. جيب اخويا السلعه نقيه كتزيد 100 درهم ولا سميتو كتجيب شي حاجه مزيانه. 100 درهم ولا ديك لي انا تزيد عليه 200 درهم، ولكن تعطيه تليفون مليح ما يهزرش عندي. راه غيرحم لك الوالدين، ما بقاتش في البكل. راه حيت بزاف ديال الناس في لي كومونتير كيقول لك وراه عندكم الغلا وهذه وهذه. خويا راه الغلا راه غتاخذ بياسه ما غترجعش عندي. وفي حاله ما اذا وقع المشكل لا قدر الله الالكترونيك هو هذا، ما كتعرفش امتى كيوقع البروبليم، راه كتجي عندي المحل اخويا. ولا واخا تكون ساكن حتى في طنجه، راه وقع لك المشكل في طنجه اخويا في هذيك البيريود ديال الكارونتي، راه ترجع لي التليفون فيرسي لك فلوسك وانا نبدل لك التليفون، ما غتلقاش معنا المشكل. والحمد لله والشكر الشكر لله، السمعه ديالنا راه معروفه. دخلوا في الموضوع وندخلوا في هذا الهواتف اللي جبنا. وما خويا سعيد كاين هاد الويتش بلوس هادي وهادي، هادو كيبقاو 3000 و 300 درهم. كاين هادو مكرفسين شويه كما كتشوف بزاف. المهم راه خبيشات صغار. المهم في الدار وهذا كاين اللي كيبيعهم هادو على اساس مزيانين ومقادين. هاد كاين هاد الويتش بلوس هادي 3500 درهم نقيه نقاء كلشي اوريجينال. انتوما الاخوان هانتوما افيشور اوريجينال الاخوان. نشوفوا ليطا ديال الباتري. بزاف ديال الدراري كيسولوني على الويتش بلوس. ليطا فيها 83 قرابة 84 هذيك. هادي فيها 83. المهم راه الباتري ديالها اوريجينال لو غارا ها هي موجودة. كاين هاد 7 بلوس شحال من جيجا خويا سعيد؟ 32. هادي كتبقى شحال الثمن ديالها؟ شي ثمن مزيان 2400 درهم الاخوان. 2400 ولكن نقية، ولكن جديد فهمتي، نقا ديال النقا العظم نقي كلشي نقي والكارونتي. عندنا هاد 11 الاخوان 11 نورمال 64 جيجا. ايطا ديال الباتري فوق 90. كاين كاع اللي 100% 100% بجوج. النقا النقا ديال النقا 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 خليني من روسيكلي ونعاودو فهمتي. ودار كتلقى ضربة هنا ولا ضربه قمشان راه نقيين جداد. هادو كيبقاو ب 5700 درهم. 5700 درهم اخو التليفون وغمض عينيك وسير خدم به، عندك منا الشخاف. واليوم الضيف الكريم هذا ضيف ماشي بحال كاع الضيوف. هذا جديد عمرو تاكتيف، هذا جديد عمرو اكتيفي بالسلوفان ديالو داخل من برا 100% فليطا جامي اكتيفي جديد طابيسي. دخل نيميرو سيري، دخل الكود براسك فهمتي، دير اللي بغيتي. جديد ديال جديد. هادو كيبقاو الثمن ديالهم اخويا سعيد 7500 درهم 64 جيجا 7500 درهم. جديد الاخوان جديد جامي يوتيليزي. كانوا اربعه ديال البياسات بعنا وحده كبيره، انا وحده كبيره الله يسخر المولاتها. وبقاو ثلاثه ديال البياسات. عندنا الايفون ويت دايرين فيه بروموسيون الاخوان. ها هو بقاو ثلاثه بقاو ثلاثه الحبات دايرين فيه بروموسيون. ثمن مدقدق 2000 درهم 2000 درهم 64 جيجا باتريات فوق 83 2000 درهم الاخوان والكارونتي كما العاده. عندنا واحد البياسه هنا ديال السات نورمال كحله
فيها 120 جيجا، ليطا ديال الباتري 80%، ما نبدل ما والو، فينا ما نبدلوه ولكن خلينا بحال ما هكا. هذه الاخوان كتبقى ب 1650 درهم، 1650 درهم غنديروا لها 1600 درهم. يلا 1600 درهم. عندنا الايفون اكس شي حاجه غارانتي 93 وحده فيها 88 بيوع وحده فيهم 64 جيجا شتي فيها الربونيه، هذو كيبقاو 3500 درهم، 3500 درهم الاخوان. وغارانتي الاخوان الغارانتي كاينه ايفون اكس 64 جيجا 93 فليطه، هذه ما خدامش فيها في سايدي، هذه كتبقى ب 2800 درهم، 2800 درهم راه جديده غير في سايدي اللي ما خدامش، العظم ديالها جديد كلشي جديد كلشي خدام فيها. عندنا سيدي الايفون اكس ار حمراء 3800 درهم، 64 جيجا 92 فليطه ديال الباتري. عندنا هاد الاس 10 او صغير بالنسبه للدراري اللي كيبغيو تليفونات صغار، هذا فيه 6128. سمعوني الاخوان هاد العطاء الخارج على الاراده كما قلنا الاس 10 او هادي فيها 6 جيجا ياك 6 جيجا 128 دابا تقلب على حسابي تمام اخويا سعيد، هذا اخويا 2500 درهم جديده الاخوان جديد، راه كانوا جوج انا واحد قبيله عشان الناس اللي ساكنين في زواره والله حتى مبرعين كي كنجيبوا السلعه كيطلع الفيترينه كتبان لي شي بيازه كيقضي الغرض ما كيزقلش سير اخويا هاد نوطنا في الاس 628 لا 64 64 هادي هادي بالنسبه للعشاق ديال الالعاب ها هي بثمن مزيان نوطنا في الاس الدراري ديال الجيمنج شحال ثمن اخويا سعيد هرس داك ديك 1700 1700 درهم الاخوان راه نوطنا في الاس راه ما بقاتش في السوق شحال واحد كيقلب عليها مينا في تي برو 628 وحش ديال الشاومي السيري ديال المي اللهم بارك وحش عملاق جدا خويا سعيد قال لك تي داير اخويا الله يحفظك اخويا ماشي مزيان الله يحفظك انا خالقين بوالو خويا سعيد 628 فيها بروسيسور سناب دراغون لقيت انا ما خاتنيش الذاكره شي 700 وشي حاجه على ما اظن مش عاقل. المهم هذا راه ديال الجيمنج راه مينا في تي برو ماشي مينا في عاديه ثمن اخويا سعيد 2500 هاد الفيديو غتبقى تسمعوا الثمن اخويا سعيد الثمن اخويا سعيد حيت السلعه باقا جديده. عندنا سيدي ضد الاناف فيها شي خبيشات اللي جا اللي هو يقضي قرض هذيك فيها خبيشات من هنا ومن هنا ما فيهاش بزاف ولكن بزاف الثمن ناضي. المهم حنا كنكونوا صريحين مع الكليان ديالنا، هذه راه ايكرون سوبر اموليد فيها لومبرانت ديجيتال لور هنايا البصمه فيها 6 جيجا 128 هذيك كتبقى ب 1500 درهم ثمن مدكدك يبغى تليفون فهمتيني ما عندوش احسن من 51 واقيلا حتى راه خرجت عرفتي بشحال كانت خارجه بشحال مخلص وحده سعيد بالرجوله بنكدو شحال مخلص 3100 درهم والله حتى باقي عندي ربعت هذيك انا واحد 5200 درهم لا ياك ولكن شحال هادي مات. عندنا اسيدي الاس 10 نورمال 628 ثمن اخويا سعيد 2800 2008 درهم عندنا جوج بياسات ديال الاي 51 في بلو سيال وفي الغوز سلبي اخويا محمد انا معاك اخويا راه بشويه راك عارف واش راه بجوجنا مسخسخين وهانيه 1900 درهم 628 مهلوك انا صافي. عندنا هاد البيترونش برو دي 6 ولا 8 قلبناهاش ياك 628 3600 درهم 3600 درهم اسناب بلس 2000 درهم ها هي 664 اس 10 بلس 3800 درهم 828 نوت 20 5300 هذه 256 8 جيجا في الرام. عندنا المي 11 5 جي 8 256 اخر ما كاين المهم كونفيغوراسيون ديال الهوت كام هربان هربان شي حاجه بزاف هذا كيبقى ب 6000 درهم شارجور ديالو. عندنا الوان بلس 9 برو 828 هادو فيهم ثمن خيالي 6300 درهم ثمن جد مناسب وثمن مدقدق اخر ما كاين. وسعيد كيجمع في هاد اللحظات 4500 درهم في هاد الاس 20 بلس فيها 8256. عندنا هاد المي 10 لايت
628 2000 درهم 5 جي. كاين جوج جوج بياسات، جوج بياسات اللهم بارك، شي حاجه نقيه بالنسبه للناس العشاق ديال المي ماشي الريدمي، حيت كاين فرق. عندنا هاد الا 70 628 شحال الثمن اخويا؟ 1800 درهم. وعندنا هاد الا 50 128 4 في الرام 1500 درهم. عندنا هاد الاس 20 اف او في هاد اللون هذا الغوز، صراحه لون واعر صراحه، ناضي اخويا، جديده جديده 3700 درهم. هادي فيها 6 128. المهم شي حاجه اللهم بارك ناضيه. بالنسبه للدراوش عندنا هاد النوتويتش 464 1300 جديد. وعندنا سيدي هاد البيس مارش هادي كتبقى ب 1050 درهم، فيها 64 1150 النعاس صرات 100 درهم النعاس. المهم هادي فيها 364 بيس مارش 1150 وهادي 1300. عندنا هاد النوت 10 بلس 512 جيجا في ستوكاج و 12 جيجا في الرام، هادي كتبقى ب 5300 درهم. عندنا الرينو 4 8 128 ثمن اخويا سعيد، ثمن اخويا سعيد 2300 درهم. 2300 درهم. عندنا بياسه وحده بقاش في الاس 21 كتبقى ب 5600. وعندنا الاس 20 الترا اخويا بكارطونه ديالها وبوشيطه ديالها اوريجينال، راه عندنا ديال شي 300 درهم، هذه كتبقى ب 5800 درهم الاخوان، نقيه هذيك. والعملاق ديال الوان بلس اش بغيتي عند هذيك مشات هذه تباعت لواحد الدري في اكادير، الله يسخر ليه ومرحبا به، وفهمتي ومرحبا باي واحد كيدير فينا الثقه. دير غنيه دير غنيه شحال من واحد عندنا بون اوكازيون ماشي في كازا، ما كاينش في كازا، طلع هذه في السيمانه، هذه في السيمانه اكادير الحمد لله صويره ما عرفت شويه ومداوم جديده ولا كثير وفهمتي وقليل ولا فهمتي وفي الصداع والمشاكل الحمد لله والشكر لله، ربي مساعدنا وميسرنا الامور. وكما كتشوفوا الاخوان راه السلعه قدامكم، كلشي قدامكم. وبالنسبه للجديد جديد راه ان شاء الله راه قريبا غنديروا لكم شي عرض، المهم راه كنوجدوا ان شاء الله شي عرف في شاومي وفي سامسونج ان شاء الله باذن الله. حنا مابقيناش بغينا نبيعوا الجديد نظرا لبزاف ديال المشاكل اللي في السوق. دابا كتبيع الجديد غتبيع براس المال، غدكدك شي واحد فهمتي، غدكدك خوك المسلم اللي كيبيع الدراويش اللي عندهم المحلات، عندهم محلات ما كنبغي. المهم الموضوع طويل، شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا على اللايك ديالكم، الناس ديال فيسبوك الناس ديال يوتيوب شكرا بزاف على الثقه ديالكم فينا. وكنوعدوكم بالجديد وكنوعدوكم ان شاء الله بالمراجعات، وكنوعدوكم يعني باثمنه خياليه. واللي خصو شي حاجه ولا اللي بغى شي حاجه يكتبها لينا في الكومونتير، راه كنحاولوا ما يمكن نجاوبوا. وتبارك الله عليكم، وديما سعيد شوب وما كاين غير الرزق دكدك.